اهلا بحضراتكم في الوقت الحواري المخصص هذا اليوم، واللي خصصناه للحديث عن مكافحه الارهاب في مصر. مصر في حرب حقيقيه بالفعل في الاونه الاخيره، بدات نزورها ما بعد ثوره يناير في شكل عمليات منفرده او في شكل تحضير لعمليات اكبر، في شكل تحضير ربما لاستيطان سيناء وربما لفصلها عن مصر وجعلها إمارة إسلامية، أو ربما استخدام بعض الأدوات في مصر لتحقيق أهداف الشرق الأوسط الكبير. حينما فشل هذا المخطط بدأ الإرهاب يظهر وجهه القبيح بشكل أكثر اتضاحا، وبدأنا نلاحظ في الفترة الأخيرة أن الإرهاب بدأ يطور من أساليبه، بدأ يستخدم أساليب أكثر حداثة وأكثر تكنولوجية، بمعنى أنه أصبح ممولا رسميا من ربما أجهزة عاتية لا نعلمها أو قد نعلمها ولا نستطيع التعامل معها حتى الآن. نحاول ونجاهد في سبيل التعامل معها، لأن ربما جيشنا لا يعني غير لا يواجه ربما عدو ظاهر، وإنما يواجه في إيران مذعورة تأتي وتروح، ولذلك المواجهة صعبة. لكن المواجهة الآن ليست مقتصرة على سيناء فقط، ولكنها انتقلت إلى ربوع الجمهورية في شكل تفجيرات وقنابل نراها كل يوم، مش بس في المرافق الأساسية ولا تستهدف فقط رجال الشرطة، ولكنها أصبحت تستهدف مواطنين عاديين، تستهدف المولات وتستهدف محطات المترو وتستهدف المدارس كما رأينا في الفقرة الإخبارية اليوم، ومدارس ابتدائية أيضا. كيف نواجه الإرهاب، وهل لدينا من الآليات ومن الخطط ما يناسب لمواجهته؟ من الذي ينفق على الإرهاب؟ هذه الجماعات كيف استشرت إلى هذا الحد في مصر؟ وكيفية مواجهة مدبري الإرهاب وقائدي سواء من الداخل أو الخارج؟ ده هيكون محور حديثنا النهاردة، اللي بيشرفنا أن نستضيف من خلاله اللواء دكتور علي زين العابدين المحاضر بأكاديمية الشرطة. أهلا بحضرتك معنا يا فندم. كما نستضيف الأستاذ محمود عبد الراضي مسؤول الملف الأمني بجريدة اليوم السابع. اهلا بحضرتك استاذ محمود. اسمحوا لنا قبل ما نبدا موضوعنا، بس جالنا خبر عاوزين نقراه ونعرف برضو ايه الراي القانوني عليه بعد اذن حضرتك. يعني فريق الاعداد تلقى خبر الان بان هناك قرار جمهوري قد صدر بتحديد سن الاطفال في العقوبات ب 18 عام بدلا من 21 عام، اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني سبب التغيير في هذا القانون حضرتك بتراه ازاي؟ هل له علاقه بالعمليات الارهابيه اللي بتجري حاليا؟ ان طبعا الجماعات الارهابيه دي بتستخدم الاطفال لوجود ثغره في القانون. الثغره في القانون عندنا ان احنا وقعنا اتفاقيه الطفل اللي هي صادره من الامم المتحده، فاصبح اتفاقيه الطفل قانون داخلي في الدوله ملزم. قانون الطفل عشان المشاهدين يعرفوه، ان الطفل هو اللي بيبدا من سن 7 سنوات حتى بلوغه سن 18 عام. ده الحدث عندنا اللي هو من لم يتم 18 عام. القانون هنا فرق بين سنين، اللي هو سن من 7 سنوات حتى سن 16 سنة، دول ما ياخدوش عقوبة. العقوبة عندنا 6: إعدام ومؤبد وسجن مشدد وسجن وحبس وغرابة. هما ما بياخدوش ولا إعدام ولا مؤبد ولا سجن ولا حاجة لغاية سن 16، لم يتم 16 سنة. اما من سن 16 ل 18 يعني فئه عمريه سنتين فقط لا غير، السنتين دولت وفق قانون الطفل ما ياخدش اعدام، ما ياخدش مؤبد، ما ياخدش سجن مشدد. اقصى عقوبه ليه 10 سنوات سجن. يعني بمعنى مشاهدين ان واحد عنده 17 سنه مسك مدفع رشاش وقتل 10، ما ياخدش اعدام ولا مؤبد ولا سجن مشدد، هياخد اقصى مده ليه 10 سنوات سجن. طيب لما يجي ينفذ السجن بقى، عشان القرار الجمهوري هو مش هيخش عندنا السجن في وزاره الداخليه، هيخش عندنا مؤسسه اللي هي السجن بتاع الاحداث لغايه لما يتم سن 21 سنه. يعني هيفضل عنده 17 سنه 18 19 20 لغايه لما يتم 21 سنه في سجن المرج بتاع الاحداث، ثم ينقل لباقي العقوبه في سجن الكبار بقى، اللي هو سجن طوره وليمان طوره والحاجات دي كلها. هنا السيد الرئيس افتتاح سيسي اصدر قرار ان العقوبة كانت تنتهي في سن 21 سنة، مش تنتهي يعني يكمل الجزء منها في السجن الكبار. هنا خلاه من 18 سنة بدل 21. يبقى الطفل اللي هيرتكب جريمة وخد عليه مثلا 10 سنوات سجن، هنا هينفذ في سجن المرج سنة، أول ما يتم 18 ينقل للكبار. دي قرار كويس جدا جدا، وده علشان سن البلوغ في مصر سن مبكر. تاني حاجة، الجماعة الإرهابية والإخوان بيستغلوا الأطفال اللي هم من سن أقل من 16 سنة في الجرائم الإرهاب،
على اساس ممكن يرمي قنبله اي حاجه، وهو ضامن هو مش هياخد اعدام ولا مؤبد ولا سجن. دي كانت ثغره في القانون، بيدفعوا بيهم علشان هم يكونوا هيدفعوا واقفين بيهم المعركه وهم دي، وهم ضامنين ان العقوبات هتكون هينه بالنسبه لهم، مش هتكون مفيش اعدام عقوبه، عمرها او غيره، مفيش عقوبه، هيبقى في وبالتالي تدبير ده احتراز، مشجع ليهم يعني. تدبير احتراز ده بيدخل ضمن مكافحه صور ده، ده الارهاب كويس واستغلال قوي جدا. الاطفال. ما هو ده كده برضه يعني ده حاجه اسمها رادع عام، تمام، يعني تخويف الاحداث، لو هم ارتكبوا جريمه هيروحوا سجن كبار، فده رادع، فده بيقلل من الجريمه. طيب استاذ محمود، يعني احنا ملتزمين زي ما سياده اللواء قال يعني باتفاقات دوليه فيما يتعلق بالاطفال او غيره، هل ده ممكن يعمل ردود افعال دوليه يعني مناهضه ليه، وخاصه انت عارف ان الدول بتترصد بينا الان ودايما عندها انتقادات حول حقوق الانسان وحقوق الطفل وغيرها من الحقوق، هل دي ممكن تتخذ يعني ضدنا كثغره في التعامل، وردود الفعل هتكون عليها ايه من منظمات حقوقيه مختلفه؟ هو يعني زي ما قال ست اللي هو علي، احنا عندنا الاطفال او ما قل من دون سن 21 سنه و18 سنه لهم طبيعه مختلفه عن باقي الدول. يعني عندنا في الارياف او في قرى الصعيد اللي عنده 14 سنه ده مسؤول كاملا عن اسره، وبعض الاحيان بيتزوج على سن 15 سنه بيكون مسؤول عن اسره بينجب. يمكن الحادثه اللي كانت قريب، حادث كرداسه، الحكم على المتهمين في احداث كرداسه كان ما بينهم اثنين حدث زي ما قال ست اللي هو بيتم استغلال هؤلاء الأطفال في استخدام في عمليات إرهابية كبيرة. كان في طفلين وحكم عليهم بسن 10 سنوات، لأن ده حد أقصى وسقف أعلى سقف لهذه العقوبة. أكيد مؤسسة الرئاسة قبل هذه التعديلات او قبل صدور مثل هذه القرارات، القرارات الحاسمه، القرارات اللي انا برضه بضم صوتي لصوت علي بيه واكد انها قرارات جيده، اكيد تم الاستعان بلجان من الحقوقيين ولجان من القانونيين وقروا ذلك. انا شايف ان احنا مجتمع ليه ظروفه، وان احنا بنمر بفتره عصيبه، وان ده قرار جيد ولا غبار عليه، وما فيش مكان لمجابهه هذا القرار او نقضه. تمام، ندخل في موضوعنا اللي له علاقه بالارهاب وكيفيه مواجهه الارهاب. والحقيقه ان دلوقتي بقى في طار بين هؤلاء الارهابيين وبين كل مصري، والشرطه والجيش يعني من القلب من ده، لان هم يعني كلنا فعلا الشعار اللي كان بيقول الشرطه والجيش والشعب ايد واحده، هذا شعار لابد الان ان يكون متواجد وحده الصف الداخلي، ده حاجه مهمه جدا. سمعنا بعد العمليات الأخيرة وبعد يعني موجة الضرب في ضباط الشرطة وضباط الجيش إن ده لم يفت في عددهم، بل على العكس الآن ضباط الشرطة بيرغبوا في إن هم يتم نقلوا سينا، إرسالهم لسينا، حتى إن الناس اللي داخلة كليات الشرطة الآن عايزة تتخرج وتروح سينا. يعني انا عايز حضرتك تكلمني ده، وحضرتك محاضر في اكاديميه الشرطه وقريب من الطلاب الجدد وقريب من ضباط الشرطه، ردود افعال ضباط الشرطه على يعني العمليات الارهابيه اللي بتتم وبتستهدفهم وبتستهدف رجال الجيش. هو ضباط الشرطه يعني مش منقسمين، هم بيرغبوا في خدمه الوطن، اللي هم يعني لو اخذ في التعبير احنا ربناهم في كليه 4 سنين على شعار واحد، حب البلد والفداء للبلد والفداء بروحه للبلد. فهو في سن 18 سنه دخل عندي، انا بعلمه ازاي حب البلد، تاني حاجه بدرس له القوانين كلها، وبدرس له حقوق الانسان، عشان ما حدش يقول لي انا بدرس حقوق الانسان، انا بحترم حقوق الانسان كلها، بس حقوق الانسان مين؟ المجني عليه مش الجاني. الناس فاكره ان حقوق الانسان ده اللي هو الشخص الجاني، لا، ده الشخص المجني عليه ده اللي حقوقه ايه؟ حقوق ده دي حاجه تانيه اسمها حقوق المتهم. حقوق المتهمة لما الأمم المتحدة جت صنفتها قالت كلمة لذيذة جدا، الحد الأدنى للمسجون. الحد الأدنى ما بدوش حقوق الحقوق كلها، لا، ده راجل ارتكب جريمة، وجريمة ضد المجتمع، وجريمة ضد المجني عليه وأسرته، فده بياخد الحد الأدنى من حقوقه كإنسان في الغذاء، في الصحة، في العلاج. لكن هو ارتكب جريمة لازم ياخد الرادع الخاص اللي هو تأهيله وتهذيبه واصلاحه، اذا كان يجدي فيه الاصلاح يعني، ويعني كتير ما بيجديش فيه من اصلاح. هنا ضباط الشرطه كلهم يعني الحصه اللي فاتت تقدم حوالي 400 واحد لوزير الداخليه بطلب كتابي رسمي موقع عليه من الضابط بنقلهم الى سيناء. ده مش بغيه الانتقام، بغيه الحماس للوطن. انا ضابط الشرطه لا اعلمه الانتقام ابدا، الانتقام ده ما عندوش، ان هو بيمارس القانون ولا يمارس الانتقام. فهو حاسس ان في خلل معين في سيناء، فهو هو مفيش خلل،
هو عايز يروح هناك عشان يثبت وجوده، الحماس بتاعه ده هو ده اللي بيثبت وجوده، وهي دي مصر، وهم دول شباب مصر، هم ضباط الشرطه ايه وعساكر الشرطه ايه، دول مصريين، هم رايحين في حب الوطن وليس للانتقام. كلمه انتقام دي ما عنديش في الشرطه خالص، انا بربي الضابط على هو يحترم القانون، يحترم الجاني والمجني عليه في حدود القانون فقط لا غير، انا لما اطبق القانون كله هيستريح. ولكن ضباط الشرطه انت بتقولي عشان احنا محاضرين، هم بيطالبوا الوسائل الحديثه او التقنيه الحديثه لوزاره الداخليه. يعني ضابط بيقول لي مثلا يا دكتور ليه ما بنركبش كاميرات؟ الكاميرات دي انا شفتها في امريكا وشفتها في الامارات. هنا الجاني او الارهابي وتتفق معايا لو لقى ضابط شرطه بيحرس مكان ما يخافش. يقول لك ده اديله طلقه ويموت، لكن لو لقى كاميرا يخاف. لو لقى كاميرا يبعد، يقول لك ده هيصوروني فوق وتحت. على طول نفتكر في حادثه بتاعت سوزان تميم جابوه بكاميرا. صحيح. جابوه بكاميرا، فهنا الكاميرات دي يعني نرجو ان الدوله تدعم وزاره الداخليه بكميه كاميرات حتى في المرور، حتى في الاماكن الحساسه، على البنوك، على بتاع الحاجات دي كلها، دي هيقلل مش هيمنع، لان الجريمه لا تمنع ابدا، هيقلل من كثافه الجريمه. وانا هرجع لحضرتك في النقطه دي، يعني الناس بتطالب بتدريب ضباط الشرطه على الحاجات اللي بتحصل دلوقتي لانها حاجات ربما جديده، يعني زي مثلا المفرقعات اللي في كل مكان وطريقه فك المفرقعات وغيره. وهروح للاستاذ محمود وارجع لحضرتك يا سياده اللواء. استاذ محمود، يعني الناس عاوزه تحمي ولادها من ابناء الشرطه وهم خايفين عليهم فعلا، يعني وحاسين انهم بيواجهوا دلوقتي في معركه شرسه جدا، فبنبقى متضايقين جدا لما بنشوف مثلا رجال المفرقعات في الشارع وهم لابسين بدله، بنحس انها مش مجهزه، وبنحس ان الناس حواليهم كده في زفه وهم بيفكوا المفرقعات، او يعني القنابل او الدوريات الواقفه مش السياره، اللي هي الاساليب اللي الناس ورجال الشرطه احيانا انفسهم بيعتقدوا انها ممكن تكون وسيله لاصطيادهم بسهوله. ليه هذه الاشياء ما بتتغيرش؟ هل هذه الاشياء دي في صالح رجال الشرطه ولا لا؟ او ليه ما بتتغيرش لو هي في غير صالحه؟ يعني مثلا الكمين، نفس الكمين الثابت والظابط واقف ممكن بسهوله جدا عربيه او موتوسيكل معدي يصطاده هو ماشي. المفرقعات برضو ممكن تنفجر في وشه لان احنا ما عندناش اليات جديده. يعني رجال الشرطه برضو والجهاز الامني في تغطيتك للاحداث، هل في جديد فيما يتعلق بهذا الشان؟ ويمكن احنا يعني الامن في مصر دايما يعني على مدار العقود الماضيه كان دايما معتاد على التعامل الجنائي. يمكن ما فيش غير فتره التسعينات بعض الشيء تعاملنا مع بعض الحوادث الارهابيه وسرعان ما وزاره الداخليه قضت عليها، لكن الارهاب بهذه الشراسه وهذه القوه احنا ما احتدناش على النوع ده من الارهاب. للاسف انا بقول بعض المؤسسات الشرطيه حتى هذه اللحظات تتعامل مع الارهاب بالفكر الجنائي، لسه ما عندناش الفكر الامن السياسي كيف نتعامل مع هؤلاء المتهمين او هؤلاء العناصر الارهابيه اللي يكونوا مزودين باحدث الاسلحه. زي ما بتقول حضرتك الكمين مكانه ثابت فسهل الاستهداف، ودايما انت بتعدي بنفس الكمين بنفس الاماكن بنفس الاعداد بنفس التواجد بنفس الاشخاص، فده بيكون بيسهل من مهمه المتهمين او العناصر الارهابيه في استهداف هؤلاء الضباط. زي ما قال الدكتور علي احنا وزاره الداخليه الامر يتطلب تحديث اسلحه وزاره الداخليه، تحديث التقنيات الحديثه، الكاميرات زي ما قال. انا بقول يعني في بلد زي دبي مثلا، يعني كل خرم ابره في دبي مراقب بأحدث الكاميرات. حادث زي حادث سوزان تميم كان بسهولة يجي الجاني، كان بسهولة يتم التوصل للمتهمين، كاميرات مزروعة في كل مكان. يعني احنا ممكن نستعيد بأحدث الكاميرات وأحدث الأجهزة الحديثة، ممكن نستعيد بها عن آلاف من شرطيين وعن آلاف من أعداد أفراد الشرطة المنتشرين في الشوارع. كاميرا واحدة ممكن تغني عن مثلا 200 عسكري.
يعني كاميرا واحده في سهوله بسهوله صح. تحدد لي المتهم، تقلص عدد الجريمه، يعني المتهم والعنصر الارهابي لو عارف ان الميدان ده فيه كاميرات بتصور مش هيفجر، مش هيضرب، مش هيزرع. فاحنا اذا بنعمل وقت للعمليه الارهابيه قبل وقوعها من الاساس. ده مطالب كثيره لوزاره الداخليه في الفتره اللي جايه، ان يتم تحديث الوسائل حتى قطاع توثيق المعلومات اللي في وزاره الداخليه، اللي هو مفترض بتاع الانترنت اللي بيتابع صفحات الشباب بتوع الاخوان اللي بيحرضوا على اغتيال ضباطنا واللي بيحطوا العناوين، وما زال الجهاز مش متطور. تروح هناك تقدمي بلاغ تلاقي اجهزه قديمه من اجهزه الكمبيوتر القديمه، ما فيش اساليب حديثه لمواجهه الارهاب. يمكن يعني وزاره الداخليه بتقول او بتبرر ده ان ما عادش في فلوس كافيه، او الدوله بصفه عامه بتعاني من وضع اقتصادي صعب، لكن نامل ان يتم تزويد ميزانيه وزاره الداخليه، لان الامن سلعه غاليه يجب ان نصرف عليها جيدا، حتى بعد ذلك نجني ثمار الامان وتعود مصر كما كانت قبل ذلك بلد للامن والامان. مش بس الامن سلعه غاليه، لكن الروح المصريه يعني والدم المصري غالي، ومش جدا. عايزين ولادنا يعني دماغهم يراقوا طول الوقت. طيب يعني الحاجات اللي زي دي يا ست اللواء احنا محتاجين لها بشده، الكاميرات، التطوير في الاساليب والتكتيكات حتى في حمايه الشوارع، التطوير في البدل، ارسال بعثات او استفاد ناس تعلم ولادنا ازاي كيفيه فك المفرقعات والتعامل معاها، لان دي حاجات جديده علينا. هل في خطط يعني مستقبليه يعني بتركز على الموضوع ده؟ واذا كان الموضوع موضوع مادي، ده احنا لو قلنا للشعب المصري علشان تحموا ولادكم من رجال الشرطة يا جماعة هنفتح باب التبرع علشان نراقب مصر بالكاميرات ونعمل الكلام ده وادفعوا، انا اثق ان احنا هنلم وهندفع في سبيل ان احنا نحافظ على ارواحهم. وانا اقول لسيادتك حاجة واطمني جدا بالنسبة لامكانيات البشرية، والباشا عارف وجه ظبطنا كتير جدا في وزارة الداخلية. الامكانيات البشرية بصراحة من اذكى العقول في الشرطة المصرية، بدليل ان الضباط بيطلعوا خبراء في دول كتير جدا وبيطلبوا خبراء ضباط مصريين شرطه. يبقى العنصر البشري موجود، التدريب موجود، وحدات مكافحه الارهاب عندنا على اعلى مستوى. انا بقول حاجه واحده، نقص امكانيات، لان المجرم او الارهابي بيزيد عني في جميع دول العالم مش في مصر، بيزيد عني درجه او درجتين لازم، لان هو بيطور نفسه اكتر من الشرطه. ليه؟ لان عنده مصادر كتير جدا اللي هو تموله. انا عندي مكاتب بشريه من ضباط وافراد على اعلى مستوى من الذكاء اللي هم ياخدوا تدريب كويس جدا. مصلحه الدفاع المدني، المفرقعات، الضباط دلوقتي بيطلبوا حاليا اللي هم يروحوا فرقه مفرقعات، وفرقه المفرقعات دي بتتعاون مع القوات المسلحه. بس هنا المفرقعات بتتطور كل يوم، بتتطور. يعني انا يعني متدرب على قنبله معينه، بلاقي قنبله بلاستيكيه، بلاقي قنبله، يعني في تطورات معينه، في قنبله بالريموت كنترول، في قنبله بالموبايل، في كذا كذا، في حاجات دلوقتي بتطورها، انا بطور معاها. لكن انا برضو بقول نقص امكانيات ماديه مش بشريه. العنصر البشري كويس جدا جدا، تدريب اعلى مستوى كل حاجه، بس التدريب اللي موجود المتاح. انت طورني مع كده خلاص. هو يعني الساتر رئيس الجمهورية ومع مجلس أعلى الشرطة وكل حاجة، يعني الحمد لله إن شاء الله منح جميع الإمكانيات المادية للشرطة. يعني هنصبر شوية لأن إحنا لسه في حاجات مش هقدر أقولها جاية جديدة بنتدرب عليها. فأنا بطمن الناس إن في حاجة جاية جديدة وإحنا بنتدرب عليها تدريب عالي جدا 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 وفي أماكن معينة جدا عشان مكافحة الإرهاب في هذا الموضوع. لأن أنا ما بكافحش دلوقتي عنصر بشري، أنا بكافح دول، دول انا بكررها، ما بكافحش عصابه ولا اتنين تلاته او بشري، انا بكافح مجموعه دول بتخطط، مجموعه خمس ست دول معروفين مخابراتها بالجيش بتاعها، بالشرطه بتاعتها، بامكانياتها الماديه عاليه جدا من الدولارات في تدمير مصر. فانا كدوله بكافح خمس دول مع بعض، وفي دول تانيه خفيه ما بتقولش على نفسها، بس احنا عارفينهم ورصدين كل حاجه. دي المهمه. الحاجه التانيه، الشرطه مش هتقدر تعمل حاجه الا عن طريق المواطن، لا يمكن. انا اول خطوه بخطوها البلاغ، دي اهميه. انا في حاجه بطالبها وبقولها في اي حته، يا جماعه الثقافه الشرطيه يجب ان تدرس من الابتدائي، يجب بصراحه. لازم اطلع الطفل المصري اللي هو بيحب الشرطه،
عنده السرعه الاستجابه للبلاغ، ما يخافش. ده في ناس بتشوف الجريمه وتمشي ومعاها الموبايل، لكن لو حصل قتيل يطلعوا الموبايل ويقعدوا يصوروا. طب ما بلغ يعني، قبل ما تصور بلغ، عشان انا سرعه الانتقال للبلاغ دي اهم حاجه عندي. واحنا عاوزين طبعا نتكلم عن نقطه التوعيه دي للمواطنين، بس اسمحوا لنا معانا تقرير عن راي الناس في الشارع عن العمليات الارهابيه الاخيره اللي بتحصل في انحاء الجمهوريه. هنشوف التقرير ونرجع نكمل حوارنا، ابقوا معانا. كم أسرة تشردت بسبب هذا الموضوع؟ كم من ضباط الشرطة شهدوا في هذا الحادث الأليم في سيناء؟ والله الإرهاب المفروض يقضى عليه في جميع أنحاء العالم. ما فيش شرع ولا دين يقول إن أنا أرهب واحد أيا كانت ملته، أيا كانت جنسيته، مسيحي، مسلم، يهودي، أيا كانت الجنسية بتاعته، أيا كانت ديانته، لا يجوز إن احنا نرابي حد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بإن احنا دول لهم ذمة ودين عندنا، وإن دول لا يجوز، لازم يكون معامله معامله حسنه وكده يعني حضرتك. فما ينفعش ابدا 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 نرهب اي حد ايا كان. الارهاب اللي في سيناء عامل قلق في البلد، مفيش سياحه، مفيش شغل، كلنا خايفين. اخواتنا ظباط بيتمرمطوا بيتخطفوا بيتقتلوا زي الخرفان، ومش عارفين نجيب حقهم، ومش عارفين مين اللي بيقتلهم. كل يوم تفجير، كل يوم قتل، كل يوم ذبح، كل يوم دم. الارهاب لازم يخلص. الناس بقى عندها وعي طبعا، ان لو شاف حاجه مريبه او حاجه مش كويسه، اقرب حاجه ان هو بيتصل بالشرطه ان انا شايف حاجه والله مش مظبوطه، او تعالوا بصوا عليها مثلا. العنف موجود ولازم نتصدى ليه باي وسيله مهما كانت. الناس شياطين يعني، مش قادر اقول عليهم ايه. دول عمرهم ما يكونوا مسلمين، دول عمرهم عشان يموتوا اولادنا واولادنا، وكل يوم كده موت موت موت. لا احنا زهقنا زهقنا من يعني. في ناس بتساعد وناس مكبره وناس بتخاف وناس بتبعد، اللي انا شايفاه يعني. لكن انا كان لو تعرضت لموقف زي ده هساعد يعني. واحد ارهابي معدي موتوسيكل وواحد بعربيه، هدوسه. لو ما بيعملوه دوت ما ينفعش، فلازم يبقى في حرز من المواقف الارهابيه ديت. يعني مثلا الناس اللي هي في السجون دي، المفروض دول لو خدوا حكم وانتهينا منه باعدامهم هينتهي كل حاجه. الارهاب يا باشا ده هيدمر مصر. اول الكلام ان احنا لازم نعيش في امان زي ما كنا الاول، اما دلوقتي احنا شايفين مصانع بتتدمر ومناها شرطه بتموت وناس بتموت. طب مين السبب في موت الناس دي؟ لازم القضاء ياخد قصاص في الموضوع ده. القضاء بياخد فتره طويله على الحكم على الناس دي. الحق اما بيقعد في المحكمه بيموت، لازم القضاء ياخد قصاص في الناس دي. الناس اللي بتعمل هذا الكلام لا هو فاهم دين ولا فاهم دنياته، هو بس هو بيعمل الكلام ده نتيجه لايه؟ يعني هو حد بيغريه بفلوس وهو عايز فلوس، هو بطلان. طب يعمل ايه؟ يشتغل ايه؟ بيفتكر نفسه شاطر. الارهاب ده شيء خطير ومضر للبلد جدا، ومضر المصالح القوميه للبلد والاقتصاديه بالذات كمان، يعني خاصه احنا داخلين على المؤتمر الاقتصادي، وده ممكن يهدد المؤتمر في حد ذاته في انه ما ينعقدش. لكن ان شاء الله هينعقد غصب عنهم باذن الله، ومصر امنه وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم الرئيس السيسي والجيش إن شاء الله. عودة لحضراتكم مرة أخرى، وما زال يشرفنا اللواء الدكتور علي زين العابدين المحاضر بأكاديمية الشرطة، والأستاذ محمود عبد الراضي مسؤول الملف الأمني بجريدة اليوم السابع. أهلا بحضراتكم من جديد. أستاذ محمود، سمعنا في التقرير يعني كذا نقطة لافتة ممكن نحاول نناقشهم تباعا، منها مثلا يعني إجراءات التقاضي، وكان حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي في آخر خطاباته قد أشار إلى الموضوع ده كده يعني، وإن كان أشار إليه يعني على استحياء لأنه مش عاوز يوجه لوم مباشر للقضاء، لكن في النهايه ربما يعني منظومه التقاضي نفسها هي اللي محتاجه اعاده نظر. المفروض نعمل ايه في منظومه التقاضي علشان تساعد منظومه الامن على التقدم؟ هو يعني كان ابان ثوره 25 يناير وثوره 30 يونيو بالضروره كان منتظر ان يكون هناك محاكم ثوريه
سريعه، وان يتم تخصيص دوائر بعينها لنظر بعض الرموز سواء نظام مبارك او بعض قيادات جماعه الاخوان الارهابيه المتورطين في دم ومتورطين في اعمال عنف شهدتها البلاد على مدار الاونه الاخيره. لكن للاسف ده ما حصلش، تم تداول القضايا في محاكم عاديه، وللاسف القضايا كمان كتيره جدا فيتم تاجيلها ما بين الحين والاخر. يعني بعيدا عن فكره كمان بطء التقاضي، خليك كمان في فكره المصاريف الماليه اللي احنا بنصرفها قد ايه على المحاكمات سواء في التجمع الخامس او في معهد امناء في طرى، مبالغ كبيره جدا ومبالغ ضخمه ما بين تامين للقضاء ما بين تامين للمتهمين وما بين تجهيز لقاعات وما بين وما بين وما بين، و أحكام بتصدر متأخرة وأحكام بتصدر طويلة المدى. فللأسف يعني كان زي ما تقول حضرتك، أنا بضم صوت لصوت حضرتك، إن لو كانت صدرت أحكام سريعة وتم تخصيص دوائر بعينها وكانت صدرت أحكام رادعة لبعض القيادات اللي بتحرض سواء من داخل السجون طرى أو من برج العرب أو من خارج السجون، أظن كان يتم تقليص عدد الجرائم الإرهابية اللي مصر شهدتها الفترة الأخيرة. لكن مع طول نظر هذه القضايا وعدم صدور أحكام رادعة حتى هذه اللحظات، ده بدأ هذه الحوادث الإرهابية تتكرر وستظل تتكرر ما لم يتم تنفيذ أحكام الإعدام فعلا في هؤلاء المتهمين حتى يكونوا عبرة لغيرهم. حضرتك لك أي تعليق على موضوع التقاضي يا فندم؟ هو بالنسبة للتقاضي هي طبعا أستاذ محمود، هو بس أنا أقول نقطة صغيرة، المحاكم الثورية دي انتهت من زمان، يعني انتهت من 100 سنة قدام، يعني ما فيش عندنا دلوقتي حاجة اسمها محاكم ثورية. إحنا بنعمل محاكم طبقا للقانون. طب نشوف القانون المصري بيقول إيه. القانون المصري بيقول إذا تم الحكم من محكمة الجنايات، محكمة الجنايات هتقعد حوالي 6 7 أشهر عشان تحكم بالإعدام، هيتم نقض الحكم وجوبي من النيابة العامة أو من المتهم، هيروح لمحكمة النقض، محكمة النقض لازم يروح بعد الحكم بعد 60 يوم. بعد كده محكمة النقض هتنظره في شهرين ثلاثة، محكمة النقض إذا لقت عيب في الإجراءات أو عيب في القانون أو تفسيره أو تأويله ترجع القضية مرة أخرى لمحكمة الجنايات دايرة أخرى، يبقى هقعد سنتين كمان. طب انا ليه مقطع الحلقه دي اللي في النص على طول؟ ليه هنا محكمه الجنايات لما تحكم بالاعدام الواحد يتم النقض، بس النقض يحكم بقى ما يرجعش القضيه تاني كده. هنا عملها محكمه النقض في حادث اسكندريه، ما رضاش يرجع القضيه لمحكمه جنايات اخرى كانت هتطول، فصادر اول حكم باعدام على شخص الاخواني من ايام مرسي هنا ولسه ما تنفذها، هو هيتنفذ خلال 15 يوم 15 يوم على طول. طيب يبقى هنا السرعه في التقاضي، هو القاضي مغلول بقانون، لان انا لو القاضي حكم في حاجه مخالفه للقانون 100,000 محامي هيطلع ويقول ينقض الحكم، والمحكمه بتطبق اوراق، ما بتطبقش ايه واقع، هي بتطبق اوراق وبتطبق ادله طرحت في الجلسه، ما تقدرش يحكم غير كده. فهو دي ايه دي الثغره الوحيده في الجنايات، ارجو ان محكمه الجنايات هتحكم هيروح لمحكمه النقض، محكمه النقض هنا بقى تحكم بقى على طول على طول في موضوعي مش قانوني، تحكم في القضيه على طول، ما ترجعهاش الى محكمه جنايات ايه اخرى، يبقى هنا في سرعه. هنا السرعه في الاجراءات دي بتحقق مع ضمانات الدفاع، انا بحذر السرعه في القضاء ليس القصاص، لا في ضمانات الدفاع كلها. يعني هقول مثلا صغير، هيطلب المحامي التاجيل الاطلاع على القضيه، الاقي التاجيل شهرين. يعني القاضي يحكم بتاجيل شهرين عشان اطلاع على القضيه. اطلاع القضية ده انا ممكن اصور القضية كلها في ساعة واخدها، واي واحد محامي يعمل لجنة ويعملها اسبوع، ليه اجل شهرين ليه؟ فلازم في فرنسا المحاكم في الارهاب اللي هي قضايا الارهاب في فرنسا اصدرت قانون ان لازم الحكم يصدر خلال 6 أشهر. طب احنا عندنا هنا دايرة مخصصة للارهاب ولا لا؟ دي بحجم امن الدوله بس العليا. بس يعني هل احنا محتاجين لبعض التعديلات في القوانين زي مثلا قانون الطفل ما احنا عدلناه فيما يتعلق بالجرائم، هل احنا محتاجين لبعض التعديلات في القوانين ولا هنقول ان ده برضه مخالف للدستور فمش هنقدر نعمله؟ لا هي مش مخالف للدستور، احنا سعادتك لو عملنا محكمه مخصوصه للارهاب مش معترض بيها بره. مش هيعترض بيها بره. ليه؟ احنا لازم يعني مثلا شخص حكم عليه وبطلب من بره تسليمه، لازم يكون حكم عليه من محكمه عاديه مش محكمه خاصه ولا عسكريه ولا استثنائيه. لو طلبت من سويسرا مثلا فلوس اللي هي بتاعت مهربه، لازم تأديها حكم محكمه عاديه
يعني احنا لو حكمنا النظام السابق محكمة عسكرية او ثورية وتحكم عليه فعلا مش هاخد ولا مليم، لان المحاكم بره هترفض. ان يقول لك لازم المتهم يحاكم محكمة عادلة امام قاضي الطبيعي. هو في النهاية احنا ما خدناش ولا مليم في حد ولا هناخد. ما هو يا ناس ما الحكم بشكل عادي مش هياخد يعني. انا بقى يا فندم القاضي مطلوب بورق، مطلوب قدامه ورق وأدلة، مش هيح القاضي عمره ما يحكم عواطف الناس ابدا ولا الرأي العام، يبقى ما بيبقاش قاضي. القاضي لازم يكون محايد بيحكم بالاوراق والادله اللي قدامه، بريء لا مدان. حتى احنا ما نقدرش نعمل الكلام ده مثلا في محاكم عسكريه، لا المحكمه العسكريه للعسكريين بس او ضد المنشات العسكريه. يعني مثلا النهارده في الماتش، النهارده قبل الماتش قبل كده هاجموا بنزينه الوطنيه اللي هي جنب الاستاد، دي محكمه عسكريه. المحكمه العسكريه على طول، حتى لو كان شخص مدني بيهاجم يبقى محكمه عسكريه معروف. كل من يهاجم منشأة عسكرية يحاكم محكمة عسكرية. دلوقتي العمليات الإرهابية دي بدأت تزيد وتيرتها جدا، وإحنا على مقربة من الاستحقاق الثالث في يعني في خارطة الطريق ومن المؤتمر الاقتصادي. طبعا هدفه إفشال أي نهضة لمصر، أن مصر لو قامت هتقوم معها الدول العربية الأخرى، وفي نفس الوقت يعني إفشال ما تبقى من خارطة الطريق علشان تثبيت وضع الأرض أن الأمور مضطربة. هل الشرطة بتاخد إجراءات دلوقتي معينة استعدادا للحدثين دول؟ نتكلم مثلا ان هما الاثنين يعني في شهر واحد صحيح، يعني وده حمل تقيل، هنبقى عايزين نأمن الانتخابات ونفس الوقت عاوزين يعني نأمن المؤتمر الاقتصادي وضيوف مصر الكبار اللي هيجوا في المؤتمر الاقتصادي من مختلف دول العالم. في أي إجراءات نمت لعلمكم كصحفيين؟ إيه الخطوات اللي هتتخذ في الفترة القادمة؟ هو يعني كان منذ يومين أو 48 ساعة تحديدا كانت جماعة الإخوان أطلقت شائعات قالت فيها ان يتم توعدت بارتكاب اعمال تخريبيه في المؤتمر الاقتصادي، وكان يمكن هدفها بدأ توصل للراي العام الخارجي وللغرب وللدول اللي هتيجي تشارك في هذا المؤتمر ان مصر ما اصبحتش بلد الامان، وان تبث فيهم تخوفات علشان يعني تلغي المؤتمر او تؤثر على ضيوف المؤتمر الاقتصادي. لكن يعني عايز اقول لك ان يعني يمكن من وقت قريب من حوالي اسبوع كانت وزاره الداخلية عقدت اجتماع موسع حضروا معظم قطاعات وزارة الداخلية، كان بيؤكد على حسن تأمين هذا المؤتمر الاقتصادي بالتنسيق مع مديرية أمن جنوب سيناء وشمال سيناء. أيضا هناك تجهيزات تجرى على قدم وساق سواء ما بين قواتنا المسلحة أو ما بين وزارة الداخلية لتأمين هذا المؤتمر، ويمكن مؤتمر يوميا بيعقد اجتماعات عاجلة لقيادات وزارة الداخلية لتقديم خطط أمنية محكمة للسيطرة على الوضع الأمني في هذه المنطقة تحديدا قبل بدء المؤتمر. ده ما يخص المؤتمر الاقتصادي. أما فيما يخص الانتخابات البرلمانية، يمكن قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية كان أعلن من وقت قريب أنه سوف يتم شن حملات أمنية تستهدف جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، هيكون هدفها جمع أولا السلاح اللي دخل للبلد عبر المنافذ العديدة سواء عن طريق ليبيا، عن طريق سيناء، سواء عن طريق جنوب مصر. يتم جمع هذه الأنواع من الأسلحة قبل الانتخابات البرلمانية. تعرف حضرتك الأسلحة دي بتم استخدامها سواء في الصعيد أو في الجماعات الإرهابية بتستخدمها للاقتتال أمام اللجان الانتخابية. كمان الحملات الأمنية مش هتكون دورها أنها تجمع السلاح بس، إنما هتكون دورها أساسا تجمع كمان العناصر الإرهابية اللي صدرهم تكليفات من التنظيم الدولي للإخوان من الخارج، اللي كلفوا كل رئيس شعبة إخوانية في كل محافظة انهم يبداوا يثيروا المشاكل قبل الانتخابات، خاصه ان في مراقبين جايين لنا من الخارج هيراقبوا الانتخابات، عايزين يثوروا قدام الراي العام الخارجي ان مصر مش قادره تحمي انتخاباتها ومش قادره تمر بالاستحقاق الثالث لخارطه الطريق والانتخابات البرلمانيه بردا وسلاما. فيتم اختلاق بعض المشاكل وبعض الاعمال الفوضويه، والاجهزه الامن من دلوقتي بدات تتنبه لده وبدات بالفعل تنزل حملات. يمكن النهارده
وزارة الداخلية كانت النهاردة تحديدا نزلت في 4 محافظات، في الدقهلية وفي اسكندرية وفي الفيوم وفي الجيزة. النهاردة تم منذ حوالي 3 ساعات تحديدا القبض على حوالي 86 عنصر إرهابي متورطين في العديد من الأعمال الإرهابية السابقة، وكانوا بيجهزوا لأعمال إرهابية في الانتخابات البرلمانية. كمان مش هيكون السلاح والعناصر الإرهابية فقط لا غير، وإنما كمان العناصر الجنائية. وزارة الداخلية بتجمع تحريات عن العناصر الجنائية والبلطجية اللي بيتم استخدامهم في موسم الانتخابات لخلق نوع من الفوضى. وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة هناك عمل يجرى الآن على قدم وساق لخروج بالانتخابات البرلمانية إن شاء الله بإذن الله دون إراق الدماء، وإن شاء الله بإذن الله هتحصل مشاكل، لكن مشاكل تكون إن شاء الله بإذن الله بسيطة ومعتادة. سيادة اللواء، لما بنتكلم عن العناصر الإرهابية دي وبنتكلم عن عناصر إجرامية كمان، الناس بتستحضر جهاز أمن الدولة اللي كانت هي دايما بتقول أو لها انتقادات عليه، وبتقول ولا يوم من أيامهم دلوقتي بتقول إن هم ربما تم الاستغناء عن بعض العناصر اللي كانت على وعي أكبر من ضباط آخرين بطبيعة هؤلاء الإرهابيين، وأنها تستطيع التعامل معهم بشكل أكثر حنكة. رأيك في المقولة دي؟ وهل إحنا ممكن نستعيد بعض الرجال اللي تم الاستغناء عن خدماتهم أو تحويلهم لأعمال أخرى علشان نقدر نسيطر، ولا ده مش حاصل أساسا؟ هي فكرة خاطئة. فكرة خاطئة خالص تم تدعيم أمن الدولة، وأنا بحب أسميه أمن الدولة بصراحة، التسمية بتاعتنا القديمة اللي هي الأمن الدولي، تدعمها بأفضل عناصر من الضباط. ليس معنى أن في عهد ما أن كانت أمن الدولة ناجحة، ولكن للأسف هي كانت ناجحة، بس ناجحة لمصلحة نظام مش لمصلحة الشعب. هنا تم تطوير الضباط والأمناء والأفراد في جهاز أمن الدولة مخصوص أن هو سعادتك يعمل من أجل الصالح العام فقط لا غير، وليس له اي توجيه سياسي. دي عشان انا اعملها هيحصل دروب صغير، الدروب دوت الحمد لله تم السيطره عليه فعلا، وتم تدعيم امن الدوله بعناصر شابه وعناصر محبه للوطن وتعمل للصالح العام وليس تعمل لصالح جهاز معين. فليس نجاح هذا الجهاز في وقت ما ان هو كان ناجح، لا، كان ناجح لمصلحه سلطه معينه، او كان يسخر بعض اعماله او 99% من اعماله لصالح سلطه معينه. دلوقتي انا بواجه امن الدوله بتواجه ارهاب، بتواجه دول، فتم تدعيمه تدعيما جامد جدا. ضباط هناك يتقن اللغات، جبنا ناس بتتقن ايطالي وفرنساوي والانجليزي وبتاع، تدعيم اللي انا بعلي المستوى التدريبي وليس المستوى اللي انا الارهابي اللي انا استخدم كامن دوله ارهاب ضد المواطن. دي اتمنعت النهائي، مفيش ارهاب نهائي او مفيش اي استبداد قدام اي مواطن من اي فرد في الشرطه نهائي. لو حصل بلغ، لو بلغت عندك 50,000 جهاز رقابي هيقوم، امن جريده مثلا يوديها، تفتيش الوزاره، تلغراف من حق اي مواطن لمنع الاستبداد. انا دلوقتي جهاز الشرطه يعمل حاليا لمصلحه الوطن وليس لمصلحه فئه من المجتمع، مصلحه الوطن ككل. واطمنوا التدريب عالي جدا، الاسلحه وصلت والحمد لله وصلت، وتم التدريب عليها، وتم اعلى مستوى من الناحيه التكتيكيه والاستراتيجيه والبدنيه وكل حاجه، ودورات تدريبيه هنا وفي الخارج لاجل الصالح العام لمصر. اطمنوا. لو انتقلنا بقى للعمليات ومشاهد القنابل اللي موجوده في كل مكان، وعايز اطلع راي حضراتكم في الموضوع ده، ليه الكثافه في القنابل في الايام الاخيره وكل القنابل دي؟ صناعتها سهله. جت منين؟ هل هي تصنيع محلي كلها، وده معناه ان في تدريب لكوادر كل يوم؟ ايوه استاذ محمود، عارف ساعات استاذ محمود لسه قايل لك من شويه ان في عمليات الناس داخله من ليبيا. أنا فندم انا استخدم ار بي جي، انت عارف الار بي جي ده صاروخ ضد الدبابات. بيستخدموه ضد المباني، الصاروخ ده لو دخل في مبنى هيوقعه من اساسه. فدي انا بعاني من سنه كامله دخل فيها كل من هب ودب الى مصر، كل من هب بتصريح رسمي.
أشخاص أجانب دخلوا مصر بجنسيات مختلفة وتم استخراج بطاقات قومي إن هم مصريين. أنا يا فندم بعاني من سنة، السنة دي هخلصها في قد إيه؟ في شهر؟ في شهرين؟ ولا إيه يا أستاذ محمود؟ يعني هخلصها في قد إيه؟ ده كان ممرات مفتوحة. يا فندم أول ما نجح يا محمد مرسي، أول ما نجح مين أول واحد زاره؟ وراح على مصر الجديدة بتوع حماس. في ثانية على طول راحوا زاروه وقعدوا عندنا 5 أيام. قاعدين واكلين شاربين يهنوه وياخدوا يهبروا بقى، يهبروا الحاجات دي اللي هو وعدهم بيهم. فانا بعاني من ايه؟ ده انا بعاني من ممرات، كم ممر 20,000 ممر كان مفتوح. بعاني من ناس داخله وخارجه واسلحه وجميع انواع الاسلحه وتجار مخدرات وناس من اي مكان في فتح في العالم للارهابيين دولت. تلاقي ايه؟ الطيارات بتشحنهم، السفن بتشحنهم. فانا جالي ناس من جميع الجنسيات، مش عايز اقول جنسيات دول عشان الناس ما تزعلش، لا في الارهاب كل الجنسيات، في جنسيات اوروبيه وفي باكستانيه وفي كذا وكذا. طب ادور قعدوا عندي سنه، وفي يعني جنسيات هي ملهاش علاقه بالتطرف الديني لكن مرتزقه، يعني داعش مثلا، يعني ناس كتير منها مرتزقه، يعني اعتقد انهم لا علاقه لهم بالدين، ولكن دول ناس بداوا بيحاربوا بقى من اجل المال والحصول على المكاسب يعني. طب انا اقول لك على مفاجاه. اتفضل. احنا قعدنا مع ناس ارهابيين اقسم بالله مقتنعين باللي بيعملوه، اجيبه يمين اجيبه شمال، هو مقتنع ان احنا دوله كافره، ان احنا دوله ده مقتنع، ده مغسول اقسم بالله مغسول. نفسي يجيبوا واحد من الارهابيين دول في التلفزيون على الهواء، مخه مغسول. ده بقعد معاه، قعدت معاه 1.5 ساعة، مقتنع 100% 100% ان هو صح واحنا كفره. ولا امل في الاصلاح، عشان كان في محاولات بقى نقول اللي ايه مراجعات فكريه وغيره. الناس اللي عملت مراجعات فكريه دي هي اللي ظهرت بعد كده في المشهد بعد ثوره 25 يناير، وما طلع ما عملت مراجعات فكريه ولا حاجه، اول ما تمكنت هم اللي عملوا كله، رجعت لقديم والشغل على قديم. طيب استاذ محمود، يعني سياده اللواء كان بيقول كميات السلاح رهيبه المتدفقه من كل مكان، وطبعا ده يعني احنا فتحنا الحدود وكنا عارفين ان في اسلحه داخله من هنا ومن هنا، بس ما تخيلناش ان الاسلحه وصلت لهذا الكم وما زالت تتدفق حتى الآن. احنا طبعا يعني حدودنا كبيرة جدا، ومهما كان برضو السيطرة على الحدود المتسعة دي في ظل القلاقل الموجودة حوالينا من الدول شيء صعب. يعني معلوماتك ايه عن حجم الأسلحة الكبير اللي بيدخل مصر وعن التدفقات دي من الإرهابيين وغيرها؟ هو يعني فعلا الفترة اللي كانت حكم فيها جماعة الإخوان البلاد كانت فرصة كبيرة لدخول السلاح وخروجه من طرف من حماس ومن ليبيا، وكانت حدودنا كلها مفتحة في وقت كان يحكم البلاد في جماعة الإخوان، وقت جماعة الإخوان حاولت فيه أن تفك جهاز معلوماتي أبرز في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، أو زي ما كان قال الدكتور جهاز أمن الدولة، اللي كان قرار من الدكتور محمد مرسي ساعتها أنه استبعد 747 قيادة من قيادة هذا الجهاز اللي كان بيجمع المعلومات عن العناصر الإرهابية، ومن ثم دخلت الأسلحة وتدفقت على البلد من كل حدب وصوب. يمكن دلوقتي أجهزة الأمن سواء القوات المسلحة أو وزارة الداخلية بتعمل في خطين متوازيين، بتعمل على تأمين حدودنا وعلى تكثيف منابع دخول السلاح لمصر، وخط متوازي جمع السلاح اللي دخل بالفعل في مصر، فضلا عن السلاح اللي تم الاستيلاء عليه من المباني الشرطية. كان عندنا 13,000 قطع سلاح تم الاستيلاء عليها، ويمكن وزارة الدفاع والقوات المسلحة كانت أطلقت مبادرة سلم سلاحك، لكن للأسف لم يستجيب إليها إلا بعض القلائل. يمكن الحوادث الإرهابية، اقتحام مركز شرطة كرداس وبعض المباني الشرطية، معظم الاقتحامات زي ما بيقول دكتور علي كانت بأسلحة ثقيلة. يعني مركز شرطة كرداسة والمذبحة الشهيرة المعروفة، أول طلقة ضربت بأربيجي، يعني ضربت طلقة بأربيجي ثم دخل على الاسم دمر الاسم كاملا، والمشهد المأساوي المعروف جاب 13 قيادة أمنية بداية من اللواء محمد جبر الله يرحمه مأمور المركز ونائبه العقيد عامر عبد المقصود، ودخلهم وكبلهم وحطهم في أوضة واحدة وبدأ يذبح وبدأ مش عارف يعمل إيه. كانت عن طريق الأسلحة الثقيلة، الأسلحة اللي احنا أسلحة لا تستخدم إلا في الحروب، بل فيها بعض الأسلحة محرمة أنها تستخدم أساسا في الحروب، أسلحة متواجدة في مصر عن طريق حماس وعن طريق بعض الجنسيات الأخرى، كمية كبيرة من الأسلحة. يمكن وزارة الداخلية بتعلن بين طارة بين يعني لسه النهاردة وزارة الداخلية أعلنت في بيان رسمي كانت تم ضبط مجموعة كبيرة من القذائف والأسلحة الثقيلة في مدينة مطروح.
يمكن وزارة الداخلية كل 10 أيام أو كل شهر بتعلن عن ضبطيات كبيرة زي ما قلت لحضرتك، بتعمل في خط متوازين، بنضبط ونتم تطهير البلاد من الأسلحة المتواجدة بالفعل، وعلى الجانب الآخر بيتم ضبط الحدود بالتعاون مع القوات المسلحة لمنع دخول أي أسلحة مرة أخرى. ليه تعليق صغير بس؟ اتفضل يا فندم. يعني تعليق حلو جميل. الباشا جاب طبعا سيرة من أعز وربنا يرحمه اللي هو محمد جبر. بس أطمنك اللي هو محمد جبر عندي ابنه في سنة تانية كلية شرطة. الواد دخل كلية الشرطة وفي سنة تانية. ابن اللي هو محمد جبر الشهيد ابنه ضابط برضه. هيكمل مسيرته. إن شاء الله ويبقى بطل. ده دليل إن الطلبة في كلية الشرطة بيحبوا مصر. ده يعني ده ممكن يتحول ارهابي تاني انتقام بتاع ابنه في سنه تانيه عندي ومتفوق وجايب جيد جدا في سنه اولى. يا رب نشوفه كده احسن ظابط ان شاء الله وصديقي وكل حاجه وكل حاجه ما فيش اي حاجه. بيقول انا بشوف فيك بابا، يعني بيقول لي يا دكتور علي انا بشوف فيك بابا، لان بعطف عليه زي محمد جبر. ان محمد جبر انا يعني اشتغلت معاه 10 سنين اقسم بالله، يعني ربنا يديله الجنه ان شاء الله. هو ربنا اصلا بيختار من هو من يعني يتمنى الى جواره، فهو بيختار يعني اطيب الناس. الحاجه الثانيه بس في اسلحه احنا ظبطناها والباشا عارف، جمال جايه من ليبيا ما فيهاش ولا مخلوق ولا واحد. موجهه هي عارفه الطريق شايله السلاح لوحدها. طبعا دي بتعمل ضروب وجبال من ورا خالص، صعب جدا العربيات تاخد، عايز بقى طيارات وهليكوبتر رايحه جايه، هي مساله امكانيات برضه. بس هي السنه اللي احنا قعدنا فيها دي عانينا فعلا اقسم بالله، اسلحه كانت بتخش قدام عينينا ده تبع فلان خلاص اعملوا ايه. طيب سينا منطقه يعني صحراويه فيها اماكن جبليه، من الصعب جدا السيطره على كل اجزائها برضو، وامتلأت بالسلاح وامتلأت بالمتطرفين لانها فاضيه ما كانش فيها تنميه، وده طبعا من عهود سابقه اخطانا فيها. فده افرز ان كل الارهابيين بيحاولوا يروحوا يتجمعوا في سينا دلوقتي، وكمان كميه السلاح الموجوده فيها كبيره جدا. ازاي ممكن نواجه اللي بيحصل في سينا الان، وخصوصا انه للاسف الشرطه يعني كانت علاقتها مش طيبه قوي باهالي سينا في فتره مبارك بكل اسف. هي الان بنحاول يعني ان احنا نكون لهذه العلاقه ان شاء الله طيبه، وهي علاقتها جيده جدا بالقوات المسلحه، ونخشى عليها ان يحصل اي حاجه، لكن اعتقد ان شاء الله مش هيحصل مشاكل. ازاي ممكن نواجه يعني ان سينا تتحول الى مقر تستقبل ارهابي العالم لانها فاضيه، وتستقبل سلاح العالم لانها برضو يعني بلا رقابه حقيقيه قويه يعني. لا هو في سينا القوة، بس هنا سينا مش تبع وزارة الداخلية في كل حاجة. يعني عايزين الشباب، وزارة الشباب، وزارة الزراعة، ووزارة التعليم، كل ده يعني دي منظومة كاملة عشان دول جماعة ليهم فكر معين. يعني أنا مثلا من القاهرة رحت عند الأستاذ محمود مثلا في الصعيد في سوهاج، صعب جدا أنا أتعامل معاه لأن هم ليهم تقاليد راسخة. انت عارف السلاح في الصعيد او في سينا ده عزوه ده، يعني خدي ابني بس سيب السلاح، ده عزوه عنده. فمن الصعب جدا ان انا اقول لواحد من البدو هات سلاحك او هات السلاح سلمه، صعب جدا. فهنا التنميه بتاع سينا ان هم ناس مصدومين تماما. الناس دول كانوا عايشين على التجاره، عايشين على تهريب الناس الى الحدود، وعايشين على التهريب، وعايشين على زراعه المخدرات. طيب هم عايشين على الموضوع عشان عايزين فلوس، طب ما انا اجيب لهم فلوس من نواحي تانية، انمي هناك كده. يعني اقول لك حاجه، واحد من العريش بيقول لي العريش كلها فيها 3 افران عيش، 3 افران، طب ما تزود 10 5. لازم هناك الراجل يحس بتنميه الدوله مش وزاره الداخليه بس. انا عايز الزراعه وعايز الصناعه وعايز كذا، عايز افتح جامعه هناك. الجامعه لو فتحت هناك وده هتلم كل الناس دي. يعني دخل الارهاب في قوقعه جامده حديديه ما يخرجش منه. لكن هنا الحدود مفتوحه والجبال والحاجات دي، هم طبيعتهم البشريه كده، عايشين على كده. البدو يا فندم ترحال مش مستقر، البدو ترحال مش مستقر. طب لازم انا الطبيعه بتاعته لازم ادرسها كويس واشوف عايزين ايه. هم عندهم خيط، احنا رحنا سينا هناك، عندهم خيط هناك بصراحه عدم الثقه باي مسؤول حكومه يا استاذ محمود. مفيش. قال لك المحافظ اللي فات جه وقال لنا هجيب لكم هجيب لكم هجيب لكم، وقعد سنتين وما عملناش حاجه. المحافظ اللي قبليه قال لنا كذا وكذا. ففقدت المصداقيه بينهم وبين الحكومه. خلاص؟ طيب. بتقول عريش بيقولوا طب لو عملتونا زي شرم الشيخ هنبقى كويسين. شفت الجمله دي؟
لو عملتونا زي شرم الشيخ تروح هناك حاجه يعني. ساب كل ساب التهريب وساب كل حاجه البدوي ولبس بدله وقميص واشتغل في السياحه وبقى اصحاب فنادق وبيكسبوا ملايين الدولارات. طب سبت العريف ليه؟ سبت رفح ليه؟ يعني شوف البدوي بيقول اشمعنى انتوا عملتوا في شرم الشيخ عشان كان الرئيس قاعد هناك. طب ما تجيبوا الرئيس يقعد في العريش عشان تبقى العريش. دي عقليته، ما دي العقليه اللي انا انزل مستواه ولازم اعرف هو عايز ايه. هو فقد المصداقيه بينه وبين اي مسؤول، فدي تجميع من وزارات مختلفه لازم يكون في مصداقيه بينهم وبين طبيعه البشر اللي هناك. دي ليهم طبيعه معينه، في الزواج عندهم طبيعه معينه، كل حاجه عندهم طبيعه معينه. ليه؟ هم عندهم القاضي العرفي، ما عندهمش، ما يعترفوش بالمحكمه. يقول لك انا اروح المحكمه او اروح ابلغ، ما عندهمش قبيله. لازم ادرس الحاجات دي. انت عايز تحولهم لمدنيه بالعافيه، هم مش عايزين. انت نجحت في شرم الشيخ، طب اعملها في شرم الشيخ، يعني اعمل اللي في شرم الشيخ اعمله في العريش. تنميه، سياحه، هل العريش دي ما تبقاش منتجع سياحي كبير جدا؟ ولازم اهو منتجع كبير جدا، البحر موجود وكل حاجه موجوده والطقس وكل حاجه. اهتموا بيها يا اجهزه الدوله كلها، مش في وزاره الداخليه فقط لا غير. انا مالي انا بالسياحه ولا مالي بالتنميه ولا مالي بالزراعه ولا مالي بحاجه دي؟ انا راجل لواء وراجل معايا ظباطي ومعايا عساكر. انا مالي بقى في اكل؟ ما فيش اكل، ما الاكل بيجي لي لغايه عندي. من وزاره الداخليه دي تطعمني وتسقيني. لكن لازم تهتم بالعقليه اللي موجوده هناك، العقليه تفقد الثقه في اي مسؤول حكومي. هو ده نتيجه الميراث طويل فعلا وعدم الصدق معاهم. بس نجح في شرم الشيخ لان ما كانش في اراده سياسيه لفعلا تطوير المنطقه ولا عمل اي خطه للتنميه. ازاي بدوي في شرم الشيخ لابس لبسه معين والعقال اقلعه له يلبس بدله جرافطه يبقى صاحب فندق ابو كذا وابو فندق كذا دي انت طب انت نجحت هنا مش هتنجح هنا؟ ما هو ده هو ده. بس هنا كان فيه اهتمام. هنا ما كانش فيه اهتمام، عشان كده يعني الحمد لله مش هقر ولا حاجه، ما بنسمعش حاجه في شرم الشيخ. ليه ما بنسمعش؟ ليه بنسمع في المنطقه دي؟ ليه يعني؟ يعني خاويه كمان. لا هم هناك بقوا خايفين على البلد. يعني خايفين على البلد، يقول لك يا لهوي قنبله تتضرب، سياحه تتضرب، نفقد فلوسنا يا بوي، نفقد خلاص. بقى يعني يموت نفسه لو شاف ارهابي هيقطعه. طب يعني وبعدين مش عارف يعني تجاره المخدرات هناك في العريش والرفح والحاجات دي زايده جدا. تجاره الرقيق الابيض زايده جدا. منها ومن في حتت معينه وعلى اسرائيل وتجاره، لقينا حاجات غريبه بتحصل. جميع انواع التجارات الممنوعه دوليا بقت في المنطقه دي. ليه؟ هي اللي دي عايزه بقى جميع الوزارات، مش وزاره الداخليه يا فندم بس. انا مش هشوف ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ هأمن ولا ايه؟ وانا مش معقوله انا طلعت شفت انا الجبال هناك في العريش والحاجات دي، ده عايزه ولا مليون ظابط عشان احرص واعمل. وبعدين هم بيروحوا في ضروب معينه يختفوا فيها، انا ما اعرفش اعرف الله، ويمسحوا الاثر ويمسحوا، عايز قص اثر وعايز كذا بيمسحوا اي حاجه هناك. بيعوش ممكن البدو ده يعيش في الكهف شهرين ثلاثه على شويه مؤن كده صغيره كده، شويه عسل وشويه ويعيش بيهم شهر. هم طبيعتهم كده مش زينا نقعد وناكل ونعمل، لا ده ممكن ياكل حته عيش وشويه عسل يقعد فيهم طول اليوم، هو طبيعته كده. لازم الناس دي انميهم في المدارس، انميهم في الحاجات الغذائيه بتاعتهم عشان انمي البلد وابعدهم عن الناحيه القبليه شويه. طيب الاجراءات اللي بتتم هناك دلوقتي في شمال سيناء خصوصا بعد استهدافها باكثر من عمليه ضد قوات الجيش واخرها طبعا العمليه الاخيره، ايه الجديد هناك اللي بيتم من استعدادات او اجراءات امنيه؟ هو للاسف يعني هناك الاجهزه الامنيه سواء الجيش او الشرطه بيواجهوا صعوبات متمثله في الطبيعه الجغرافيه للمكان، ان هم دايما اهل سيناء او بعض العناصر الارهابيه اللي بتاخد من سيناء ساتر للتواجد فيه بيكونوا عندهم علم وعندهم درايه بالدروب الصحراويه والاماكن الصحراويه الوعره. دي يمكن اولى الصعوبات اللي بتواجه اجهزه الامن. الصعوبات الثانيه هناك صعوبات انسانيه، بمعنى ان بعض العناصر الارهابيه هناك بيروحوا يستهدفوا بعض الاماكن الشرطيه وبعد ما يرتكبوا جرائمهم بيرجعوا ويتواجدوا وسط كتله سكانيه متواجد فيها عشرات ومئات من الناس. فهناك يعني صعوبات انسانيه ان الامن يقتحم هذه الاماكن، لا تحصل فيها مجازر انسانيه، فالامن خشيه وخوفا على الاهالي وعلى الامنين وعلى المواطنين، فبيتم التعامل بحذر
في الكتلة السكنية اللي بيتخبى فيها هؤلاء العناصر الإرهابية، لكن وزارة الداخلية مع قواتنا المسلحة بتشن ما بين الوقت للآخر حملات مدهمات سواء برية أو عن طريق الطيران، بيتم جمع المعلومات عن طريق أجهزة جمع المعلومات سواء المخابرات الحربية أو جهاز الأمن الوطني، وتخرج مأموريات أمنية تأتي بثمار مرة جوه، بيطلع المتحدث العسكري يوميا أو يوم يوم أو المتحدث باسم وزارة الداخلية بيعلن عن نتائج طيبة. يمكن في الفترة الأخيرة مع الملاحقات الأمنية بدأت هذه العناصر الإرهابية تهرب من سيناء وتتجه نحو محافظات الدلتا، خاصة محافظة الشرقية اللي ظهرت فيها خلايا إرهابية مؤخرا. كان وزارة الداخلية أعلنت مرارا وتكرارا عن ضبط العديد من العناصر الإرهابية اللي بتهرب من سيناء مع المضايقات الأمنية، وبدأت تتخذ من بعض المزارع في الشرقية مكان للاستقرار فيها. لكن على كل حال هناك ضربات أمنية ناجحة موفقة، لكن الأمر ما زال نؤكد ونصر إن الحل الأمني وحده ليس كافٍ، إنما هناك لابد من حلول من جميع مؤسسات الدولة، التعليم والصحة والزراعة، كل مؤسسات الدولة على وخاصة منظمات المجتمع المدني، ده دورها وده وقتها تنزل في سيناء وتعمر وتنزل الأماكن المحرومة وتنزل توفر مصادر رزق للناس وتنزل توعي الناس بالإرهاب والتطرف. ده وقت عصيب يتطلب من جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني كله يتظافر من أجل النهوض بالبلد ومن أجل مواجهة الإرهاب، لأن الأمن وحده غير قادر على مواجهة الإرهاب. وتاريخ الشعوب يؤكد أن عمر ما جهاز أمني في العالم كله هزم إرهاب إلا بالتعاون الشعبي. سيادة اللواء، يعني هناك في سيناء قلنا الأطراف يعني هي مترامية الأطراف، ومن الصعب جدا إحنا نسيطر على كل المخارج والمداخل وغيره. بنشوف دول بتمتلك أقمار صناعية قادرة على تغطية المناطق اللي زي دي. أيوة. مصر ما عندهاش التقنية دي لغلوها، ولا إن إحنا يعني غير مصرح لينا مثلا باستخدامها، يعني ليه؟ هو بالسر دلوقتي يا والله إحنا واخدين قمر الصناعي بتاع روسيا، ما نسينا هو اللي اكتشف لنا استاذ محمود اول البارح اكبر جهاز لاسلكي لقيناه هناك مع الارهابيين، وحاطين حتى على اغصان النخل من فوق. لما رحنا شفنا الجهاز ده، الجهاز ده قليل في العالم، ده الجهاز ده بيغطي معلش موجود مع الارهابيين، بيتصلوا ببعض لاسلكيا ونضوجيا وممكن يتصنطوا على الاجهزه الشرطيه. الجهاز ده الحمد لله وقع معانا، بس الجهاز ده يعني لا يمكن يتواجد في الإرهابيين إلا من جهة مخابراتية عليا. الجهاز ده زي جهاز تجسس كده، يعني لقينا معاه جهاز لاسلكي مغطي العريش ورفع كله وبعد العريش، وانت فاهم يعني بعد العريش وجوه، يعني ممكن يتلقى اتصالات معينة بحاجات معينة. فالجهاز ده خطير جدا، يعني ده جهاز ثمنه ملايين دولارات. الجهاز ده لا يتواجد الا يعني تدعيم من مخابرات معينه تجيبه. اتهرب ازاي لمصر ودخل ازاي؟ عشان كده الجيش والشرطه غيروا الشفره بتاعت اللاسلكي بتاعتهم كلها، ما كنا مفتوحين شويه. ده بيبرر بقى استهداف ناس معينه في اوقات معينه ومعرفتهم في اوقات معينه بيجيب الكتيبه دي فيها مين، وده في بيجيب يكون في حته لحظه معينه ويضرب في لحظه معينه، ما هو بيتصنت على اللاسلكي هناك. فالحمد لله ظبط الجهاز ده. يعني في تعاون بيننا وبين روسيا، او يعني على القمر الصناعي بتاع روسيا، روسيا الوحيده ساعدتنا يا بوتين، يعني ساعدنا ان هو بيجيب. بس القمر ده ليه مدار، يعني ليه مدار بيخش على سيره بيجيب حاجات معينه كده. بس في حاجات احنا عندنا في اجهزه مخابراتيه كبيره جدا موجوده في امريكا وموجوده في دول معظمها او الاتحاد السوفيتي ما تفكك، دي بتجيب الاستشعار عن الحراره بتاعت الجسم وبتاع والحاجات دي، بتشوف حاجات في الظلام تصنت ده زي ما بقول لك مثلا ايه دبه النمله. احنا عايزين الاجهزه دي عشان انا الدروب الجبليه دي عشان اطلع انا جبل ده، ما هو اللي فوق شايفني، اطلع فوق ماليش حد، ما هو اللي فوق شايفني، ما هو اللي فوق ده اعلى مني او احسن مني، اللي فوق شايفني، هم عارفين التحركات ازاي وبيجوا ازاي، فبيضربوا ضربتهم ويمشي. فهي العمليه الثانيه حاجه اللي هم بداوا البلاغ هناك في سيناء قليل قوي، انا مش بلوم حد، هو هناك لو حد بلغ على الارهابي يعني ما بخوفش، يعني هذا الشخص اللي هيبلغ هيتقتل هو واسرته. وجابوا طبعا شويه فيديوهات الناس قطعت رؤوسهم اللي هم ايه بيتعاونوا مع الشرطه المصريه. ده برضو ارهاب داخلي للاهالي. هنا خوف هنا خوف، هي العمليه كلها عايزه
بلاغ، دول هيتقبض عليهم هيتقبض عليهم. واحنا شفنا ارهاب وشفنا اللي حصل في الاقصر ايام حسني مبارك، وحسني مبارك راح في نفس الاقصر هناك اللي هي حادثه 13 واحد اللي ماتوا اليابانيين والجماعه دولت، وقضينا على الارهاب. اه بس هنا انا يا جماعه انا بكررها يا استاذه وبكررها علني وعلى الهواء، انا ما بواجهش ارهاب، انا بواجه دول. والله يا فندم انا بواجه دول خمس دول بالتحديد، بواجههم بمخابراتهم بجيشهم بكل حاجه. وده بيفسر العمليه الاخيره اللي حصلت في سيناء واستهدفت يعني جنودنا، انها تمت برضه بمساعده مخابراتيه لاجهزه عتيده. لازم يا فندم، ما هو دي لازم بيعملوا حاجه معينه. اصل لا يمكن تفكير واحد ارهابي ان انا بجيبه دوت واقبض عليه، لا يمكن يكون ده تفكيره كده، لا ده انا بجيب ناس تدريب عليه كده. الله يرحمه اللي هو الشهيد الطيار الاردني، التصوير نفسه مش بتاع تصوير واحد هاوي، مش تصوير هاوي اللي انا اصور التصوير ده اللي هو في القفص والحريه، ده مش تصوير هاوي، ده تصوير ناس متخصصه يا فندم. يا فندم انا بواجه دول والناس لازم تعرف كده، فلازم الناس كلها يا ريت البلاغ بس، يا ريت واحد بس يقول فلان ظهرت عليه علامات كذا وسيبه لي انا بقى، مالكش دعوه بيه، وما تقولش اسمك ولا رقم تليفونك ولا اي حاجه، قول لي الشخص، قول لي الاستاذ محمود ده انا شاكك فيه وسيبه لي انا عندي اجهزه مراقبه بشريه وكذا، وانا هقعد اراقب الاستاذ محمود دوت اجيب قراره، اديني بس اسمه، انا ارجو المواطن اديني اسمه، وانا والله الشرطه عندها امكانيات تجيب هذا الراجل هو والاستاف اللي وراه كله. هنرجع نتكلم مع حضراتكم ونكمل حوارنا، بس اسمحوا لنا نخرج لفاصل ونعود بعده لاستكمال حوارنا حول مكافحه الارهاب في مصر، ابقوا معنا. احنا هنقابل موجه ارهاب كبيره قوي، لان احنا جينا على تنظيم في اقوى حالاته. تنظيم بقاله سنين طويله جدا مستقر، بيخطط، جاهز، نافذ، ناجح في العالم. في دول بتقاد النهارده بقيادات من هذا التنظيم. تفتكروا الدول ديت هتبقى بتعمل ايه؟ هتسيبنا في حالنا؟ شوفوا المواجهه دي مواجهه صعبه وقويه وشريره، وهتاخد وقت طويل، هتاخد وقت طويل، واللي بيدفع ثمن الوقت ده كل المصريين، هم اولادكم، اولاد الشرطه هم اولادكم، اولاد مصر، لكن هم مستعدين يدفعوا الثمن ده عشان البلد دي، ومش بس عشان البلد دي، عشان المنطقه دي بالكامل كانت هتتحول لنار لا يعلم مداها الا الله. انما الصراع ده احنا مصرين، وانا مدرك كويس قوي انا بقول ايه، ان احنا هننتصر فيه. دي معركه، مش عايز اقول الدول اللي خاضت معارك ضد الارهاب في افغانستان، في العراق، في حتت كتير من العالم كانت بتمشي وتسيب الارهاب، لكن في مصر احنا مش هنسيب ده. لا احنا مش هنسيب سينا، احنا مش هنسيب سينا لحد، يا تبقى سينا بتاعت المصريين يا نموت. نقطة في منتهى الأهمية، ان روحكم المعنوية، إرادتكم وإرادة الجيش والشرطة تبقى دايما في أعلى ما يمكن. شبر في الوطن وباستماته عرض حياته ألف مرة للضياع، ما يستاهلش كره أبدا أو شماته.
يا ريتني كنت انا وانا هو اللي كان يشيل الصندوق بتاعي. انا اللي زيه مش هخاف هكمل المشوار بداله في عز دينه كان بينزل للدفاع عن كل شبر في الوطن وباستماته عرض حياته الف مره للضياع ميستاهلش كره ابدا او شماته. وحب افكركم جميعا لو نسيتوا اللي انحرم دلوقتي منه اهل بيته وعشان امنا بالقدر وبالشهاده قلت انا هبلغ للوطن افضل عباده. ايوه انا هبلغ للوطن افضل عباده. التعزيه لينا كلنا كمصريين لان دول ابناء مصر وسقطوا من أجل أن تبقى مصر وستبقى إن شاء الله مصر ستبقى إن شاء الله مصر. عودة لحضراتكم مرة أخرى أعزائنا المشاهدين، وما زال يشرفنا داخل الاستوديو اللواء الدكتور علي زين العابدين المحاضر بأكاديمية الشرطة. برحب بحضرتك من جديد يا فندم. والأستاذ محمود عبد الراضي مسؤول الملف الأمني بجريدة اليوم السابع. أهلا بحضرتك. ويعني الواحد يعني بيأسف أسف شديد اللي بيحصل الآن أمام السد الدفاع الجوي. يعني مصر بتواجه إرهاب وبتواجه أحداث خطيرة جدا بتستلزم وحدة الصف الداخلي علشان الكورة، علشان مشجعين نادي، علشان استفزاز أي مكان نوعه. يعني إحنا حتى الآن الصورة ليست واضحة، ولكن على أي حال هناك بالفعل مصابين وقتلى أمام استاد الدفاع الجوي بسبب الكورة في النهاية، مع شرطة مع الجيش مع أي من كان. لكن إيه الدافع إن إحنا نموت بعض يعني بإيدينا؟ هل هناك علاقة بأن احنا عاوزين نبرز المشهد وكأنه برضو في عدم سيطرة ما قبل زيارة بوتين المرتقبة، وهو لسه كنا بنتكلم عن أن روسيا من الدول اللي وقفت إلى جوارنا بشكل كبير جدا في الفترة اللي فاتت. المشهد غير واضح لكن الأخبار جاية متضاربة عن أعداد الضحايا. الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة قال أنه جاري حصر إعداد الوفيات في الأحداث التي تمت أمام ملعب الدفاع الجوي بين أعضاء ألترس وايت نايتس والأمن، وبيشتبه حتى الآن في وفاة أكثر من 5 أشخاص ده على لسانه هو، مضيفا أن أعداد المصابين تجاوزت 20 مصاب وأنه تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين وإخلاء الوفيات. ده الشيء الرسمي. طبعا في على لسان بعض يعني المذيعين في فضائياتنا ولهم مصادرهم لكن غير مؤكدة، البعض بيرى أن القتلى وصلوا 8، البعض قال 13، البعض بيقول أنه هو وصل لأكثر من 20 قتيل حتى الآن. دي كلها أخبار غير مؤكدة، المشرحة لم يصلها الجثث حتى الآن ولا نعرف عددها بالتفصيل، لسه الحصر أو التقرير النهائي لم يظهر. لكن في النهاية أنا عايزة تعليق ضيوفي على هذا الأمر المزري. سيادة اللواء، يعني ما رأيك في اللي بيحصل يعني بحسب المعلومات البسيطة المتوفرة حتى الآن؟ والله أنا حزين بصراحة، يعني كل ما نيجي نصلح حاجة يحصل حاجة ثانية. يعني ده شخص شاب أو يعني ده يعني الذهاب لماتش كورة، إحنا شفنا ماتشات لما مصر كان في الدورة الأفريقية كان العنصر النسائي بيروح هناك بالطابله وبتاع، يعني كان يعني نزهه جميله وحلوه عشان نتفرج على ماتش ونشجع. لكن دلوقتي بعد احداث الاهلي بورسعيد وبعد احداث هنا يعني الناس بتروح ماتش عشان تموت، دي جريمه جديده يعني مش قادر افسرها. يعني ازاي ان شاب يروح ماتش عشان يموت؟ طب هو رايح يعني انا قبل ما نبدا برنامج شفت الناس وهي بتحرق عربيه شرطه ماسكين ازاز مطلعينها وبيضربوا بيه عربيه الشرطه، عربيه الشرطه ثمنها 3 4 مليون جنيه مدرعه مش عربيه وحرقوها. طب ده رايح ماتش معاه ازاز مولوتوف، يعني يبقى هنا في سبق اصرار ان في جريمه هتحصل وفي تجمع هيحصل فيندس جماعات معينه لاثاره الشرطه وحرق وكذا وكذا وتصبح مذبحه بورسعيد مره اخرى في القاهره. وفين؟ في استاد تبع الجيش. الخبر الثاني سبب ان هم بيهاجموا البنزينه اللي جنب بتاعت الجيش اصلا اللي جنب الاستاد عشان يحرقوها. البنزينه دي لو انفجرت هتفجر المنطقه كلها طبعا، يعني البنزينه دي جامده. ففي ناس عندها سبق اصرار لارتكاب الجريمه.
فتعازير الضحايا فمش دول مصريين على اول واخر، بس انا مش عارف ظروف الجريمه ايه او سبب القتله دولت ايه، هل طلق ناري، هل الحرق، هل تدافع الجماهير. بعدين مستغربوا ان ماتش شغال، يعني ازاي ماتش شغال والناس بتموت بره، يعني في تناقض غريب. انا مش عارف طبيعه الشعب المصري دلوقتي تغيرت، مضادات دلوقتي بقت يعني حاجه كويسه جدا وحاجه وحشه جدا. فالمضادات دي عايز ادرسها يا جماعه من وزاره الشؤون الاجتماعيه والدفاع والامن، كل لازم ندرس، عايز علماء نفس بصراحه. والله الشخصيه المصريه فعلا يعني عانت كتير ومحتاجه فعلا الى دراسه نفسيه لمعالجتها، لكن اللي بيحصل ده فوق العقل، فوق العقل ان احنا نكون يعني بنتكلم عن ضحايا ارهاب وعن سقوط شهداء يعني في معركتنا ضد الارهاب وضد مخابرات دول، وبعدين نتكلم عن ناس بتموت على ماتش كوره، يعني يعني مش مهم الكوره خالص، وكان الماتش ده لا لزوم له ولا داعي على الاطلاق. لكن طبعا احنا عايزين نوحي بان الدوله يعني بتسير بشكل طبيعي، وهي فعلا كانت بتسير بشكل طبيعي. استاذ محمود، يعني الاجراءات التامينيه قبل الماتش هل كان بيشوبها اي شائبه مثلا، ولا ايه اللي وصل الموضوع لكده؟ انا عارفه ان حضرتك معانا في الاستوديو وغير متابع طبعا الان في الجريده، لكن هل في اي معلومات متوفره عن الموضوع ده؟ هو يعني القصه كلها حسب المعلومات الاوليه اللي تم تناثرها قبل ما احنا ندخل على الهواء مباشره، ان اللي حصل كله كان خارج الاستاد، وزي ما قال الدكتور علي ناس رايحه تشجع مش عارف واخد مولوتوف ازاي، سبق وقع في محطه وقود وطنيه بالقرب من الاستاد، فيبدو ان الامر كده يعني قد دبر قبل الماتش. زي ما حضرتك ربطتي بالزياره مع بوتين، وارد ان يكون حد عايز يوصل رساله ما، وارد حد عايز يربك الجهاز الامني في الوقت العصيب. احنا مفترض ده ماتش كوره، المفترض يعني الاجهزه الامنيه كانت في بعض الاحيان بتسمع بدخول عدد قليل من الجماهير، بتسمح بعض الاحيان باقامه المباراه بدون جماهير. يعني احنا بنقول دايما ان الكوره ده المتنفس الوحيد بعيدا عن الارهاب، وبعيدا عن احنا من 2011 واحنا بنعاني حوادث ودم و و و، فده كان متنفس وحيد. للاسف حتى الكوره كمان اصبح فيها دم واصبح فيها قتلى، فيعني سبحان الله يعني مصر لها ربنا والله. يعني هنعود لموضوعنا الرئيسي، ولو في اي جديد هنبلغ حضراتكم طبعا، يعني كنترول هيكون على تواصل معانا. ونرجع ست اللي هو لسينا، وفي خطوه مهمه جدا اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الازمه الاخيره، هي توحيد القياده تحت قياده الفريق اسامه عسكر منطقه شرق القناه. دي تاثيرها ايه على ارض الواقع، وبتعني ايه المنطقه؟ يعني توحيد القياده يعني توحيد القرار، لان في كذا جهه سياديه تعمل هناك، فكان يعني هو ما فيش يتلافى اي قرارين مضادين مع بعض او اي تحركات للقوات. يعني في تحرك للامن المركزي، يبقى الجيش كده دلوقتي عارف ان في تحرك للامن المركزي، المخابرات عارفه ان في تحرك، يبقى كله بيعمل لتامين واحد. هنا سات الرئيس السيسي بيعمل على تيم وورك، ودي احدث حاجه في العالم وعارفينها من 20 30 سنه. توحيد القرار ويكون في رئيس واحد يدير العمليات كلها وهو اللي بيتخذ القرار، ده يحصل تنسيق. فاحنا في خطوات السيد الرئيس بيعملها خطوات علميه وعمليه، اللي هو توحيد القرار، ان جميع الجهات دي. يعني انا مثلا ايه، مثلا يعني كضابط مثلا امن مركزي، هيجي لي مثلا شخص معين من جهه معينه سياديه يقول لي اعمل كذا، هقول انت مش تبعي. ده اللي كان بيحصل. انا باخد اوامري من امن مركزي، مش هاخد اوامري منك. فدلوقتي في بيحصل مش هاخد اوامري، انا عندي تعليمات بكده، ما تاخدش اوامرك الا من من عمليات الامن المركزي. يعني انت مش رئيسي، مش رئيسي المباشر، وبالتالي يعني تدارك في اي ده في اي حته في عمل. فدلوقتي توحيد القياده اللي هو بياخد قرار واحد، عارف بقى قدامه جميع الجهات اللي شغاله، القرار اتاخد ان في تحرك الساعه كذا، في تحرك الساعه كذا، يبقى كل عارف. فدي خطوه كويسه جدا 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 في نحو التطهير. وزي ما سمعنا ان الرئيس السيسي، احنا بنواجه ارهاب منظم مش هينتهي يا جماعه في شهر ولا شهرين، هيكون في ضحايا بس اصبروا، النتيجه في الاخر لمصر. ومصر يعني وقع فيها اعتى الدول، الاغريق وقعت، الرومان وقعت، الهكسوس وقعت، التتار وقعوا، الانجليز، الفرنسيين، كل دول وقعوا. يعني بس كل وقع بمرحله زمنيه معينه، وهيتكتب على مصر كده. بس عمر مصر ما هتسكت ولا هتركع لاي ارهاب.
هو علماء الدين انفسهم سموا يعني من يدعون القتال باسم الدين بتتار العصر، انهم دول فعلا تتار العصر ومغول العصر، انهم يعني ياتوا على الاخضر واليابس. وانت ساعات جت في نقطه حساسه جدا وهي التوعيه الدينيه، استاذ محمود ممكن يتفق معاها. استاذ محمود طبعا معانا في الجهاز، مش كل حاجه شرطه يا جماعه. التوعيه الدينيه للناس خاصه في القرى وفي الصعيد وفي سيناء وفي المدارس وفي الجامعه، في الجامعه توعي. استاذ احنا انا شفت السنه اللي فاتت كله مفيش توعيه لاي جامعه عندنا، مفيش واعظ ديني، واعظ ديني مسيحي او مسلم راح لجامعه اجتمع في مدرج كليه حقوق واداهم واعظ عن حاجه معينه، مفيش. ولا مسؤول امني كمان، عشان ما تقوليش بقى كده، ولا مسؤول امني راح في مدرج كليه هندسه مثلا او الازهر يجتمع بالطلبه ويوجه الطلبه. يا جماعه عايزين لقاء، لقاء معاهم. دي نقطة مهمة جدا، حتى الطلبة ما بيعرفوش يتصرفوا لما بيلاقوا حاجة زي كده حتى على المستوى الأمني. ده مقتنع يا فندم، أنا قعدت معاه مقتنع إن هو بيعمله صح. أنا بقوله إزيك، يقول لي ما سلمش عليك أنت كافر. أقسم بالله قالها لي، والله العظيم قالها لي، بسلم عليه قال لي ما تسلمش عليك أنت كافر. ده بيكفرني إزاي وعقليته وصلت اللي حافظ القرآن والسنة إن هو يكفرني. وبالنسبة للحديث عن الطلبة يعني أستاذ محمود، تابعت أكيد إن مؤخرا في اسكندرية يعني كان في محاولات من مجموعه من الطلبه يمكن حاجه و20 طالب يعني علشان يثيروا القلاقل وتم اجهاضها. ايه المعلومات المتوفره عن الموضوع ده برضه؟ انهم بيستهدفوا الطلاب زي ما سياده اللي هو بيقول وزي ما كلنا يعني عارفين، والقانون عشان كده طلع اللي هو بتاع 18 سنه علشان نقدر نواجه الحكايه دي. ايه المعلومات المتوفره عن الطلاب دول، وهل فعلا كانوا بينووا اثاره القلاقل مره ثانيه في النصف الثاني من العام؟ هو يعني هو اسكندريه تحديدا الواقعه اللي حضرتك اللي بتقول عليها الشهيره، لكن دي احتمال ما كانتش او الواقعه الاولى. وقائع عديدة في جامعة القاهرة يعني يوميا، جامعة عين شمس وجامعة حلوان وجامعات مصر كلها هم بيلعبوا للأسف على وتر الطلبة باعتبار أنهم القوة الضاربة. ويمكن الجماعة الإخوان فشلت في الحشد في الخارج في الشارع، وبدأوا يستعينوا ببلطجية ومسجلين خضر ومأجورين عشان يظهروا بعدات كبيرة، لكن في بيجدوا مقربهم أو, 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 أو الحاجة بيبحثوا عنها بيجدوها في الجامعات. أكبر تجمع داخل الجامعات، الأمن طبعا بطبيعة الحال موجود خارج الجامعة، فداخل أسوار الجامعة بيقدروا يجمعوا الطلبة. في طلبة متخصصين لاصطياد زملائهم أو عن طريق الصفحات اللي بتدار عبر كتائب الإخوان متخصصة في استقطاب طلبتنا في الجامعات. وحضرتك شفت اللي حصل السنة الماضية في جامعة الأزهر، وعندما الطلبة اقتحموا مبنى الجامعة وقضوا على الأخضر واليابس. يعني مدينة زي المدن الجامعية الطالب بيدفع في الشهر في حدود مثلا 50 جنيه ولا 60 جنيه، بياكل وبيشرب وبيسكن وبتم يعني قاعد في فندق 5 نجوم، تمام؟ وفي الآخر أنه دين وأنه شرع وأنه عقل وأنه منطق يقول له يكسر ده ويحرق ويدمر ويعمل 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 ويعمل؟ لا، هناك عقول منظمة بتستقطب الشريحة معينة من الطلبة اللي بيخسروا عقولهم بالدين وبيلعبوا على وتر الدين، وبيوظفوا الآيات القرآنية في غير محلها، بيوظفوا الأحاديث النبوية في غير محلها لتنفيذ حاجات معينة بتعليمات معينة قد يقودها أيمن عبد الغني اللي هو صهر المهندس خيرت الشاطر اللي هو كان بيدير ملفات الجامعات في الآونة الأخيرة. للأسف يعني شريحة كبيرة من طلابنا بيتم استقطابهم. للأسف فعلا احنا محتاجين لخطاب ديني قوي، وفعلا وزارة الأوقاف بدأت تلجأ لده في الفترات الأخيرة، بدأت توحد الخطاب الديني، بدأ بعض رجال الدين يزوروا هذه الجامعات يوعوا طلبتنا عن العنف وعن الدم وعن حرمة الدين، عن حرمة الدم، وإن إسلامنا وسطي وإسلامنا بينفذ الإرهاب وبينفذ وبيحس على عدم التخريب. دي النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الجيوش بتطلع وكانوا بيحاربوا عدو، كان بيوصي إن واحد يقطع شجر ولا يقتل شيخ ولا يقتل طفل ولا ما بالك ده أخوك المسلم أو ابن وطنك، سواء حتى لو حتى على غير دينك ده ابن وطنك.
فلا احنا محتاجين فعلا إعادة الخطاب الديني مرة أخرى، ده مهم جدا. طيب في الوقت المتبقي من عمر الحلقة ست لواء، إيه الإجراءات اللي حضرتك شايف إن احنا محتاجينها في الفترة القادمة لمواجهة الإرهاب بشكل أكثر حاسما؟ نعمل إيه؟ هو وزارة الداخلية اطمنوا عليها، الجيش اطمن عليها، أنا بس بقول للمواطن عن طريق وسائل الإعلام والصحف والجامعات بلغوا بلغوا، اديني كلمة واحدة وأنا همشي وراها وأنا هقبض. أنا مش هقدر، يا أنا كشرطة مش هقدر أشتغل وأقبض إلا عن طريق المواطن، مش هشم على ظهر إيدي المؤاخذة يعني في كلمة، لكن أنا عن طريق المواطن، عن طريق البلاغ، التوعية الشرطية في المدارس كلها من أول ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة، وعن طريق وسائل الإعلام كلها البلاغ عن أي ما يثير ضد مصلحة مصر، عشان وسيب الباقي عليا. خطط موجودة، الأسلحة موجودة، التدريب موجود، كل حاجة موجودة عندي، أنا منتظر بس ألو اديني كلمة واحدة، فلان في كذا، ظهرت كذا، في ناس غريبة بتيجي البيت عنده الفجر، الراجل ده عمل عليه صراع فجأة، مش عارف ايه، راكب موتوسيكل بدون لوحات، كل ده بيصير الشبهة عندي، قولهولي ومالكش طعم حاجة. أنا عندي الأجهزة ما فيه الكفاية اللي أنا أجيبه وأجيب اللي وراه واللي ورا وراه. بس اديني مواطن، توعية المواطن أشتغل عليه، مش هقدر أشتغل لوحدي. وفيما يتعلق بقى بالإعلاميا، احنا بنشوف المنابر الإعلامية اللي بتهاجم مصر طول الليل والنهار، وعاوزين احنا كمان نرد، ليه مش قادرين، ما عندناش القدرة يعني كأجهزة إعلامية على الرد بالمثل؟ هو يعني لا احنا او على الاقل ايقاف القنوات دي او يعني البث ده، يعني احنا يعني هناك طبعا سيل من القنوات الإعلامية والفضائيات الخارجية اللي دايما بتنال من مصر، وكان يعني في بعض الدول بعينها بتغدق اموال كثيره للنيل من مصر، لكن الحمد لله احنا عندنا اعلام وطني شريف، سواء في الاعلام الحكومي او الاعلام الخاص، سواء الاعلام المقروء او سواء الاعلام اللي بيتم مشاهدته عبر التلفزيون او عن طريق السماع عن طريق الراديو. احنا حاليا بعض الصحف بدات كمان انها كمان بتنزل اخبار باللغات الإنجليزية والفرنسية، بنقول للعالم في الخارج إن إحنا مش بلد للإرهاب، وإن ما حدث في مصر هو إن إحنا استعدنا بلدنا من تجار للدين كانوا بيحبوا هيورطوا الدولة، وزي ما قال الرئيس لإما نحكمكم لإما نقتلكم، ده اللي حصل في مصر، وإن مصر لفظت جماعة كانت بتتاجر بالدين ليس أكثر كما يدعوا، ولم يتم القفز على السلطة إنما كانت إرادة شعبية، وإن كان 33 مليون مواطن نزلوا في 30 يونيو وطالبوا بإسقاط حكم الإخوان، وهذا ما حدث بالفعل. حضرتك التعقيب أخيرا في يعني في نص ثانية كده يعني أناشد السيد رئيس مجلس الوزراء إنه يملك المادة 16 من قانون الجنسية، فيها 9 حالات لإسقاط الجنسية المصرية، منها حالة كل من يعمل في الخارج في مناهضة النظام القومي أو إن تقويض النظام الدولة أو كذا. يا سيادة رئيس الوزراء إنك تملك المادة 16 من قانون الجنسية، أسقط الجنسية على المذيعين اللي شغالين في إذاعات بره وبيبثوا الأخبار السامة كل يوم. نتمنى بضم صوتي لصوت حضرتك، وإذاعة والتلفزيون كان سباق في الموضوع ده وفصل كل من يعمل في الجزيرة ويعمل في القنوات القطرية معاديا لمصر، ونرجو أن يتبع هذا القرار قرار رئيس مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عنهم، فهم لا يستحقون المصرية. بشكر حضراتكم، بشكر ضيوفي داخل الاستوديو اللواء الدكتور علي زين العابدين المحاضر بأكاديمية الشرطة، شكرا جزيلا لحضرتك، كما أشكر الأستاذ محمود عبد الرادي مسؤول الملف الأمني بجريدة اليوم السابع، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، ونلتقي غدا في حلقة جديدة ومجموعة أخرى. إلى اللقاء.